التواصل يستمر مشاهدينا الاعزاء ومتابعينا الكرام، والتحية متجددة بحضراتكم أيها الأخوة الكرام. بعد ما شاهدنا الأشواط الرئيسية بالنسبة للقعدان وأيضا شوط الإبكار وشوط القعدان، ذهب إلى بن مقارح مع أول الأشواط للقعدين. ينطلق على بركة الله وتوفيقه شوط جديد من أشواط الخير والبركة، وشوطنا الثالث الذي هم رخبة من فئة الإبكار إلى المقدمة الأولى وإلى الصدارة وإلى المركز الأول. وعندنا اللي على مقدمة الشوط هذه الظبي لا خليفة بن خميس بن محمد بالصوب الاكتبي على مقدمة الشوط والبداية، بينما النقلة إلى المركز الثاني هنا في ثاني المراكز نتأخر قليلا يا الليبي، بينما هنا في المركز الثاني عندنا التماس مانع بن صقر بن فلاك الاكتبي، بينما ننتقل إلى المركز الثالث في ثالث المراكز وعندنا هنا صعايب حران بن راشد بن سيف الشاوي الغفلي، بينما ناخذ اللي على المركز الرابع وفي رابع المراكز من اللي قادم هذه الشايبة لسعيد بن شطيط بن فارس الشامسي، يقدم لنا اللي ايضا شايب على مستوى المركز الرابع، بينما في خامس المراكز وهذه وبرة من هجن سيح السلم يضمرها سيف بن احمد بن خريده من يقودها في عمليه التضمير، بينما في سادس المراكز في المركز السادس وعندنا هذه غزر لسيف بن جعفر بن مرخان الله، وهناك من اللي قادم على المركز السابع هذه تقدمت خيال علي بن محمد بن سعيد الخاطري، وثامن المراكز عندنا اللي هي الكايدة نعم لسعيد بن شطيط الشامسي، وتاسعا تدخلت في هذه اللحظات اللي هي متعبة لسهيل بن عبيد بن يميع السبوسي من يقودها ومالكها ومضمرها، بينما في عاشر المراكز هذه المسك من هجن سيح السلم يضمرها سيف بن احمد بن خريده يقودها في عمليه التضمير والتدريب. هذه هي مراكزنا، هذه هي مراكزنا، والعد التنازلي للعشره المراكز الاولى المذاعه التي تسير في ناموس هذا الشوط. وعوده من جديد، عودة إلى المقدمة، عودة إلى الصدارة الأولى، إلى الظبي الظبي الظبي، وهي ترقص رقص الظبا في مقدمة هذا الاندفاع في صدارة هذا الشوط. يقدمها خليفة بن خميس بالصوب الاكتبي، ويضمرها محمد بن خميس بالصوب الاكتبي، يتابعها ويعتني في تضميرها نحو مقدمة هذا الاندفاع، بينما القادمة في المركز الثاني هذه صعايب حران بن راشد بن سيب الشاوي الغفلي من يقدمها على مستوى المركز الثاني، بسم الله عليها وحواليها تقدمت إلى المركز الثاني. المركز الثالث وعندنا اللي قادمة هذه غزر لسيف بن جعفر بن سهيل بن مرخان راعي اللي هي شواهين، يأتينا على المركز الثالث، بينما في رابع المراكز وهذه خيال علي بن محمد بن سعيد الخاطري الخاطري الخاطري، وسيل جارب من الاسماء القويه من الشعارات المهمه اللي واصله في هذه اللحظات. هذه تقدمت الظبي عبد الله بن يمع برحمه الدرمكي قادم في هذه اللحظات، برحمه وشعار بالعود شعار بو مسلم يتدخل من الزاويه اليسرى، يقدم لنا الفارع مبارك بن حمد بالعود العامري الله يا
سلام يا سلام يا سلام يا سلام. المعركة بدأت ولكن يبدو أن غادر بالصوب، أراح إلى المقدمة، أراح إلى الفوز، إلى الانتصار في هذا الاندفاع الجميل. هذه الظبي خليفة بن خميس بن محمد بالصوب، الكتبي راحت في الغلاف الجوي الأخير، أراحت إلى الانتصار. ولكن هنا اللي قادم صعايب حران بن راشد بن سيب الشاوي، الغفلي الغفلي، ولكن الامتار الاخير الخاطر يتقدم، وشعار برحمة وشعار بالعود، ولكن لازال صامد بالصوب نحو مقدمة الاندفاع نحو المركز الاول. المركز الثاني يشوف هذه الان صعايب اللي قادمة، حران بن راشد بن سيف الغفلي، وهناك تحركات الهضبي عبد الله بن يمعة برحمة الدرمكي، ولكن خلاص ال 300 متر الأخيرة أو ال 200 متر الأخيرة اللي تصلنا على خط النهاية، وهذه الآن تقترب من الفوز الذهبي. تهانينا والناموس لخليفة بن خميس بن محمد الصوب، وتحياتنا إلى الرفادة على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. لحظة الوصول إلى خط النهاية حققت الفوز والانتصار. المركز الثاني مشاهدينا الأعزاء خيال علي محمد بن سعيد الخاطري، المركز الثالث الشعار عبد الله بن عبد حمد الدرمكي، وفي المركز الرابع نعم ثالثا برحمر. المركز الرابع وصلت مشاهدينا الأعزاء صعايب حران براي بسيف الغفلي، خامس المراكز نحيل الاعضاء لجنة خط النهاية. التوقيت الزمني 6 دقائق 12 ثانية. تهانينا والناموس للجميع.